والحديث عن تأثير الانتقال إلى التوقيت الصيفي وتأثيره أيضا على الاقتصاد العربي على وجه الخصوص، ينضم إلي دكتور محمد زحالقة رئيس لجنة الصناعات العربية في اتحاد أرباب الصناعة. مساء الخير دكتور محمد. قمتم بإجراء يعني فحص بهذا الشأن، أظهر أنه تأثير الانتقال إلى التوقيت الصيفي يؤثر على الاقتصاد بأكمله بقيمة 300 مليون شيكل عمليا، يعني كيف من شأن هذا التغيير بالتوقيت أن يؤثر على الاقتصاد بهذه المبالغ؟ زي ما سمعنا وزي ما حكينا من قبل خلال المنشور اللي احنا اطلعناه من الحسابات اللي تمت عن طريق القسم الاقتصادي في اتحاد ارباب الصناعه، راح يكون توفير بس توفير بسيط اللي هو بدون بس تغيير ساعه واحده 60 مليون شيكل بس بالانفاق للكهرباء، وكمان 240 مليون شيكل دخل اضافي للشركات والمصانع. واللي لاحظناه كمان بشكل كبير مهم، بما انه الاقتصاد العربي والصناعات العربيه هي قسم صغير من دائرة الاقتصاد الإسرائيلي، ولكن بنفس الوقت هي راح تستفيد فائدة كبيرة نسبة 30%، يعني لحديث 100 مليون شيكل راح يعود ودخل مباشر للاقتصاد والصناعات العربية. إذن هذا بالنسبة للاقتصاد العربي. والسؤال دكتور محمد أيضا، يعني هنالك بطبيعة الحال عدة عوامل التي تؤثر على ذلك، يعني بخصوص المجتمع العربي هل تتغير هذه العوامل؟ ربما يعني أنماط الاستهلاك إن كان للكهرباء أو يعني أنماط استهلاك أخرى تتغير في المجتمع العربي، كيف تنظرون إلى ذلك؟ وهل ذلك يؤثر أيضا على يعني هذا الجانب الإيجابي من التغيير بالتوقيت؟ تغيير من التوقيت راح يوفر بنسبة 15% خلال السنة الأولى بس بعدم تغيير الساعة وثباتها إنها تكون الساعات حسب التوقيت الصيفي، بما معناه إنه خلال يوم العمل بيكون يوم أطول أو يوم نهار أطول، وبنفس الوقت بيكون عندنا تغيير أساسي بالنسبة للمشتريات والقدرة الشرائية. والإضافة إلى ذلك، بما إنه أغلب المصانع العربية الموجودة في البلاد هي مصانع تعتمد على قوة العاملة، أي صناعات اللي تعتمد على عدد العمال ووجودها في الصناعة والفائدة تبعتها، خلال ساعات النهار بتكون الإيجابيات تبعت العمال أفضل بكثير، ولكن الإنتاجية رح تكون لها فرق كبير على الصناعات. في هذا السياق أيضا دكتور رون تومر وهو رئيس مجلس رئاسة أرباب العمل ورئيس اتحاد أرباب الصناعة أيضا قال أنه بسبب هذه الفوائد الاقتصادية التي طبعا تتأثر بشكل كبير في فترة التوقيت الصيفي نطالب الحكومة بتطبيقه طوال العام. السؤال دكتور محمد، هل تعتقد أنه يعني فقط لأجل هذه الفروقات الاقتصادية ربما سيكون هنالك تجاوب مع هذا المطلب؟ بعتقد انه بعد سنتين من صعوبات اقتصاديه اللي مرت في العالم كلياته وبالاسواق المحليه خاصه، انه هاي المره الحكومه عندها اذان صاغي اكثر انه تطلع عليها وتحاول توازنها زي ما طالبنا. كمان اذا نطلع على كل الدوائر خلال السنه الاخيره وبعد خروجنا من سنتين كورونا وصعوبات في الاقتصاد والصناعات، احنا عم نطالب كثير نقاط اللي ممكن يتحسن كرجال اعمال. الفائده اللي احنا بنحسبها هي بسيطه، فائدة للمصانع هي زيادة عمال، زيادة أقل بطالة وزيادة إنتاج، بالآخر هذا ضرائب للدولة. فالحسابات بسيطة جدا، ولكن الحكومة تحاول توازن بين السياسي والانتخابات لبين الفوائد الاقتصادية المجبورة تكون للمواطنين. وبالمناسبة أيضا وزارة الصحة يعني تحدثت عن هذا الموضوع وقالت أنه يعني استمرار التوقيت الصيفي أيضا يؤثر إيجابا على صحة المواطنين على المستوى الجسدي والنفسي. دكتور، هل برأيك يعني وعلى الرغم من أنه يعني التوقيت الصيفي كما تشير المعطيات يعني يأتي بالجوانب الإيجابية على المستوى الاقتصادي بشكل تلقائي، ولكن هل يجب أن يكون هنالك ربما ترشيد معين للاستهلاك في هذه الفترة لكي يعني يجني أصحاب المصالح أو أرباب الصناعة أيضا دعنا نقول فوائد إضافية؟ حاليا الصعوبات الموجودة كمان الصناعات المحلية عم بتنافس الصناعات المستوردة مثل الأسواق اللي بتكون أيدي عاملة أرخص فيها مثل تركيا والصين. الصناعات العربية تحديدا مضطرة تنافس مرتين، رح تنافس الصناعات الإسرائيلية الموجودة بنفس الوقت تنافس الصناعات المستوردة. فخلال هاي السنتين اللي احنا شفناها مع اغلاق العالم، شفنا انه احنا مضطرين يكون لكل
الدولة للصناعات المحلية تبعتها، لأنه كان صعوبات استيراد كثير مواد للحقة الطبية، أوكي، اللي هي الأساسية كانت صعبة. فاليوم كل دولة لازم يكون عندها اعتماد صناعات محلية ودعمها. حالياً نحن بنشوفه أقل دعم من الدولة للصناعات هاي، وإحنا عم بنطالب إنه شكل إجباري يكون هاي الصناعات مدعومة، وتقليل المنافسة بالنسبة للاستيراد الفقر لهذه الصناعة. شكرا لك على هذه الإيضاحات دكتور محمد زحالقة، رئيس لجنة الصناعات العربية في اتحاد أرباب الصناعة.